ما هي الكتب المفيدة في تفسير القرآن الكريم؟ الكتب المفيدة في تفسير القرآن الكريم والله الحمد كثيرة، ولكن الكتب السليمة من الأخطاء في العقيدة هي الكتب التي ألفت في القرون المفضلة أو الكتب التي ألفت بعد ذلك على منهج السلف، مثل تفسير الإمام بن جرير الطبري، وكذلك تفسير الإمام الحافظ بن كثير، كذلك تفسير الإمام البغوي، كذلك تفسير شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رواه البيان، كذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. كل هذه تفاسير جيدة وسليمة ومبنية على العلم النافع ومنهج السلف الصالح. نعم، جزاكم الله خيرا.